حضراتكم النهارده 4 اكتوبر 2021، كل سنه وحضراتكم طيبين، ان شاء الله دايما طول العمر نتذكر حرب السادس من اكتوبر 1973، حرب الكرامه، حرب ترجيع رجوع انا اسف سينا، حرب العزه، حرب الاراده المصريه في ان هي تحافظ على ارضها وتحافظ على كيانها وتقديم الروح الشعب المصري فدا بلده من شهداء في حرب 6 اكتوبر. والى يومنا هذا القوات المسلحه المصريه بتقدم الشهداء هي والشرطه في حفظ وامن الدوله المصريه، لحفظ الامن والامان للشعب المصري ولزوار الدوله المصريه وحفظ الاستقرار. فكل سنه وحضرتك طيبين، ذكرى 48 لهذا الانتصار العظيم. ففي خلال او من خلال هذا الاحتفال النهارده نايل لايف وصفحه جديده بنحتفل بهذا الموضوع وبندرس النواحي الفنيه والاعمال الفنيه، اذا كانت سينمائيه اذا كانت دراميه اذا كانت غنائيه، هل ما زالت هذه الروح من زمان والاعمال الوطنيه ما زالت مستمره ولا قلت بشكل كبير؟ ضيفي الناقد الفني الاستاذ اشرف عبد المنعم، مدير تحرير جريده الاهرام. مساء الخير يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بألف صحه وسلام. نخش في الموضوع سريعا على طول. تمام. طبعا اكيد اجيال، انا عندي 52 سنه، فالجيل بتاعي شاف وسمع وهو صغير الاعمال الفنيه وشافها والاعمال الغنائيه اللي فيها وطنيه و في اثناء حرب 73 وبعد كده. صحيح. هل الاجيال اللي موجوده دلوقتي بتسمع وتشوف اعمال فنيه وطنيه؟ شوف حضرتك، هو الاعمال الوطنيه دي يعني واخده كذا شكل، ترتبط بظروف البلد. طبعا. ليست كل الظروف مشابهة. صحيح. لما يكون زي ما كنت حضرتك تفضلت قبل الهواء بثواني كنا بنتكلم، وكان رأيك انه، انا بقول رأيك يعني، انه كان يعني الوضع مختلف، اغاني حماسية، حرب، مش الحاجات دي حضرتك تفضلت وكلمت فيها. ولما بدون قطع كلامك كنت بقول ان الظروف الوطن في هذه الفترة قبل 73 وبعد 73 كان الظروف الوطن بتستدعي انك انت الفنان نفسه يبتدي يعمل اعمال وطنيه بتعبر عن الحاله، تعبر عن الحاله اللي موجوده. ولكن احنا حضرتك بعد كده عشنا يمكن 40 سنه اللي فاتوا يعني في حاله استقرار، مفيش حاجه تخلينا، ولا ايه راي حضرتك؟ فلما اختلفنا انا وانت كان الهوا جه، فقلنا نكمل خلافنا على الهوا مباشره. اتفضل يا فندم، ليه الشرف. لا هو مش خلاف، هي الفكره طبعا مفهوم الوطن دي مشكله. أنا ملاحظ إن الأغاني الحديثة لما هقارنها مع الأغاني القديمة شوية، إحنا مصر طبعًا كانت دولة مستعمرة محتلة فترة طويلة من الفرنساويين والإنجليز والكلام اللي إحنا درسناه في ده، كان في أغاني في الوقت ده بتتكلم عن الدولة اللي عايزينها تتحرر. صحيح. وعين مصر دخلت بعد كده في مواجهات عسكرية مع إسرائيل في 3 حروب، ودخلنا في مشاكل مواجهات حربية، كانت الأغنية الوطنية هنا لابسة رداء بتتكلم عن حالة مختلفة بقى، مش استعمار ومستعمر وكلام ده، بنتكلم على احتلال ومواجهة عسكرية مع دولة تانية، خدت الشكل اللي فيه عبر عن ده برضو. بعد كده حصلت عملية السلام، غنينا للسلام برضو، فاهم حضرتك ازاي؟ وحصل استقرار زي ما حضرتك تفضلت في الدولة المصرية، ما بقاش في حروب، ما بقاش بقى في سلام خلاص، فما فيش ما يدعو. ولكن اللي أنا ملاحظه إن الأغنية الوطنية دايما بتتكلم بأثر راجعي، وكأن اللي بيكتب مش مدرك إن وضع البلد اختلف. يعني أنا وأنت متفقين أهو إن وضع البلد اختلف على مراحل متعددة، لكن ما تجيش النهاردة أغني مثلا على الوطن المسلوب، تحس إن الأغاني كلها فيها لمسة حزن، لمسة إن هو بهية وبلدي وحزين. انت بتتكلم عن مين؟ ما هو انت كده يعني شاعر مغيب بقى، فاهم حضرتك ازاي؟ يعني بتتكلم عن دولة غير الدولة اللي احنا عايشين فيها، بهية مين وايه؟ بهية ايه؟ مش فاهم. طب استاذ اشرف انا هستأذنك بس مش هقطع كلامك. انا خلينا نتفق ان احنا نتكلم
عن ما قبله. ثورة 30/6. أيوة. وما بعد 30/6. خلينا نفصل. نقولش 48 سنة كلهم، لأنه أنا شفت الكثير من الأعمال الوطنية بعد 30/6. ما هو ده برضو فاصل تاني حصل. حلو، خلينا نتكلم الأول بقى على القبل 30/6. قبل 30/6 ده وبعدين نتكلم في بعد ذلك. ما هو ده مرحلة برضو كنت جاي لحضرتك فيها. اتفضل. مرحلة برضو فكرة أغاني الشيخ إمام طلعت فجأة من الـ سرداب، المعتقلات، الوطن المسلوب، نفس الفكرة برضو غنوها أيام الثورة بتاعت 25 يناير. 25 يناير أو أحداث 25 يناير. تمام. لأن ثورة 30/6 هي دي اللي ثورة، ده رأيي الشخصي يعني. 25 يناير مش عارفين هي وضعها إيه بصراحة، محدش محدد لها، لكن أنا ما شفتها الثورة، ده شكل شخصي، رؤية تمام. شخصية مش تمام. شايفها ثورة. تمام. الثورة الحقيقية اللي نزلت في 30/6 دي أنا شايفها كده، وده مش تطبيل ولا حاجة، ده واقع أنا شفته وعشت ده وعشت ده. أنا كمان عشت كده. وهقول لحضرتك إن في أول أيام ثورة 25 يناير الشباب الطاهر اللي ما كانش منظم من جهات أخرى، اللي كان عايز بلده تتغير ويبقى مستقبل الشباب للأفضل، دول أنا بعتبرهم صح. ما بعد ذلك بعد كام يوم في الأول كده، ده طبعا ما بعتبروش ثورة، ده بعتبره حضرتك انهيار للدولة. تخريب، تخريب شديد، بس احنا مش في صدد الكلام عن ده. فضل. احنا خلينا في الحته التعبير الفني عن الموضوع. برضو الوطن المسلوب، الحريه، صوت الحريه بينادي، حريه، حريه ايه؟ انا اصلك انت برضو لما تعبر لازم تعبر كلام انا استوعبه، لان انا راجل معاصر ليك، انت بتتكلم عن ايه؟ يعني بتكلمني عن شكل بلد في دماغك انا مش فاهمها، مش حضرتك، انا بقول اللي بيغني يعني واللي بيعمل الاغاني دي. وازاي تسيبيني مش عارف ايه، واغاني انا حاسس انها بتكلم بوتر يعني حزين كئيب. انت عم بتغني لبلدك ولا جاي تنكد علينا ولا فاهمني حضرتك ازاي يعني؟ حضرتك جاي تنكد علينا؟ ماشي، مش ناقصين نكد الصراحه. حضرتك جاي تغني لبلدك، غني لبلدك اللي انت يعني بتحبها. في قائمه اغاني قعدت افتكر فيها شويه كلمات، او اسف، اسماء اغاني. نعم. اغاني كانت يعني انا بشوفها حماسيه، بتدفع الناس. ما هي الاغنيه الوطنيه دي هدفها ايه؟ تمام. ان انا اكد على خلق الله، ولا ان انا ارفع المورال بتاعه الناس والروح المعنويه واحمسهم لحب بلدهم ومش اقعد اندب على البلد يعني، فاهم ازاي؟ فالاغاني اللي هي بعد اللي قبل 30/6 كان فيها ندب شديد جدا، ندب والشهداء يعني دخلونا في مرحله من الكآبة الفظيعة، وكان أصلا الأحداث كئيبة قبل 30/6، كانت أحداث غريبة وما عشناهاش قبل كده في حياتنا. وأصبحنا كلنا على فكرة، بالمناسبة يعني عايز أقولها برضو، أصبحنا خبراء من غير ما ناخد بالنا في الثورات. يعني النهاردة حضرتك جيب لي أي خبير ثورات في العالم، لا تعالى أعلمك أنا الثورات شكلها إيه، تعالى أعلمك الأيام السوداء كان شكلها إيه، تعالى أعلمك الذعر كان في الشوارع عامل إزاي. مش دراسات بقى وكتب وكلام، لا، واقع إحنا عشناه وشفناه. فهل الأغنية دي عبرت عن الكلام ده في الوقت ده؟ بحس إنها بتندب، أغاني ندب، حزن وندب، ندب ندب غير طبيعي. لما جت 30/6 المود اختلف، حسينا الأغاني حتى النيرف بتاعها اختلف. يعني نفتكر منها مثلا تسلم الأيادي، أغنية بتصنف وطنية وهي فعلا أغنية وطنية عملها مصطفى كامل. هتلاقي أغنية لما تيجي تقارنها مثلا باغنيه زي بالورقه والقلم، لو تفتكر الاغنيه دي كانت عملت في فيلم عسل اسود، دي مش ممكن يعني اغنيه حلوه جدا على فكره، بس بتعبر عن واحد زعلان من بلده بشكل غير طبيعي. معرفش انت فاكرها ولا لا. زعلان من بلده ولا زعلان على بلده؟ انا شايف الاثنين. لا، من، مش على. انت عارف الاغنيه بالورقه والقلم، انا كنت طلبت حتى من الاعداد لو ينزلوا الاغاني، بيقول لك لازم يبقى فيه كوبي رايتس او حاجه. يعني اغنيه بالورقه والقلم اغنيه حلوه جدا وكاتباها شاعره محترمه جدا، لكن شايفه انها زعلانه من البلد قوي. لما واحد يقول لبلده ليه اللي جاي لك اجنبي، عارفه عليه تطبطبي، انت عارفش انت فاكر الاغنيه دي ولا لا، وتركبي الوش الخشب وعلى اللي منك تقلبي. انت بتكلم، انت زعلان من البلد بقى، ده انت مش انت مش بترفع المورال، انت بتغني على اغنيه وطنيه لوطن انت زعلان منه. انا عايز افرق هنا بين الاغنيه ان انا بغني للبلد وبحب البلد، زي تعيش يا بلدي مثلا بتاعت الثلاثي ده اللي كان موجود، او نشيد الجهاد، او
احلف بسماها وبترابها، وفي اغاني حلوه جدا كانت يعني اغاني مع، فاهم ازاي حضرتك؟ ما جيش انا اروح عامل اغاني فيها نوع من انواع الحزن على البلد او الزعل من البلد في صوره ان زعلان على البلد، ما هو من وعلى دي حرفين جر يودوا في داهيه. انا زعلان منك غير انا زعلان عليك، فاهم ازاي؟ فالفروق دي بتبقى احيانا مش واضحه في دماغ المبدعين شويه. حضرتك جاي زعلان من البلد ولا زعلان على البلد؟ البلد بتمر بظروف صعبه، ماشي، طب مد ايدك بشكل بوزيتيف. نعم. مش بشكل نيجاتيف. نعم. حاول تغني لها، حاول تحمس الناس فيها، حاول حاجات كتير قوي. اغنيه مثلا وطنيه زي الله اكبر فوق قيد المعتدي، دي اغنيه ايه؟ طبعا. تصنف ايه؟ بالقياس لاغاني تانيه كلها، يعني مش هذكر منهم اغاني عشان ما ازعلش حد، انما بتعكس حاله ضياع بلد، كأن الشباب ده ضايع، كأن الناس في الضياع، كأن القتلى في الشوارع. دي مش اغنيه وطنيه بقى، دي اغنيه يطلقها العدو بقى، فاهم؟ يعني الاعداء هم اللي يعملوها لنا، انه يبث روح الهزيمه، روح النكد في نفوس الناس، روح الزعل من البلد. دي مش اغنيه وطنيه، انا ما صنفهاش وطنيه. واذكرك برضو باغنيه عظيمه اتعملت بدون قطع كلام يا استاذ اشرف. احنا الحقيقه بعد 25 يناير البلد بجد مرت باسوأ فتره في تاريخها تقريبا. صحيح. ايوه، العدو في 73، العدو في الحروب اللي قبل 73 شايفينها وعارفينها وفي مواجهه، وعشان كده كلنا ورا شخص عشان بنحارب. صحيح. فعارفين عدونا فين، فكل الاغاني والكلمات بتتكتب في هذا الاتجاه. ولكن في 25 اثناء المشاكل بتاعه ثوره 25، مرورا بالاحداث كلها قبل 30/6، احنا كلنا كنا فيها عندنا حاله اختلاط في كل حاجه، ما عدا الناس الشرفاء اللي حافظت على البلد وفاهمه كانت كويس قوي امن البلد رايح فين. فكلنا على فكرة من طفل صغير لأستاذ جامعة لشاب في الجامعة لشاب في المدرسة كان عندنا حالة اختلاط في المفاهيم والصح ايه والغلط ايه، وكنا يعني تحس ان احنا كلنا كنا مضروبين في الخلاط ومش عارفين احنا رايحين فين. ما هو عشان هي يعني اللي حصل في احداث 25 يناير كان غريب على المجتمع المصري وكان غريب على فكرنا كلنا، مش فاهمين ايه اللي بيحصل. يعني أنا متأكد إن حضرتك كنت متعجب زي ما أنا كنت متعجب، زي ما في ناس شرفاء كتيرة كانوا متعجبين مش عارفين إيه اللي بيحصل، البلد مش طبيعية. طب ما 30/6 الناس مشيت جنب الإقسام، محدش ضرب عليها حاجة ولا حد قتل حد ولا في واحد رمى طوبة حتى. بالظبط. يعني إذا الروح كانت مع طبيعة الشعب المصري. صحيح. اللي هو شعب مسالم وشعب لطيف وشعب مضياف. عمر الشعب المصري على فكرة الشعب المصري مش عنيف خالص، يعني طبعا. أي حد يدعي أن الشعب المصري عنيف هو طبعا. أبعد ما يكون على العنف، إن لم يكن من أكثر الشعوب العربية مسالمة. صحيح. ده مسالم جدا، ده صحيح، وشعب طيب جدا وشعب عايز يعيش وبيحب الحياة ولطيف، وعنده يعني. انتماء غير طبيعي حتى لو هو مش فاهم، عنده انتماء غير طبيعي على فكرة للأرض، بيحب بلده جدا. مهما سافر لا عايز يرجع يقعد. لا ما يقدرش، انت بتسافر اسبوعين ثلاثه عايز ارجع خلاص. اروح فين يا عم؟ لكن الغريب اللي كان فيها فكره العنف، فكره الدم، فكره التخريب، ده مش من طبعنا. حتى المصريين لما ينزلوا يتخانقوا، حتى اتنين بيتخانقوا في الشارع كده بيزعقوا، بس ما بيوصلوش للدم. صحيح. ما بيوصلوش للضرب. صحيح. ممكن اقعد ازعق لك وتزعق لي واحنا الاتنين بنستنى حد يجي يحوش بينا. لا، ما عندناش شعب عدواني. لا، في شعوب عدوانيه على فكره، وفي شعوب حوالينا عدوانيين جدا. الشعب المصري شعب مسالم جدا 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 وعايز يعيش. فدي كانت بدون قطع كلامك برضو كانت غريبه على طبيعه الشعب المصري. بس طيب انا بس بفسر او بحاول يعني اتناقش مع حضرتك يعني في بفسر كلمه غريبه على الفن ليس نقلا للواقع، ولكن الواقع مادة للفن. تاني، الفن ليس نقلا للواقع، ولكن الواقع مادة للفن. فانت الواقع اللي انت عايشه حضرتك بتستشف وبتهدمه، وبناء عليه بيطلع الفنان فن.
إذا كان كاتب بقى، إذا كان مطرب، إذا كان ممثل، إذا كان مخرج، إذا كان إذا كان إذا كان، تمام؟ صحيح. برجع تاني للمرحلة بتاعت قبل 25 يناير وبعد 25 يناير و30 ستة، أرجع للفترة اللي هي كانت حالة نسميها إيه؟ تحب أنت حضرتك تسميها إيه؟ حضرتك ناقد فني وحضرتك مدير تحرير جريدة الأهرام، الأربعين سنة اللي فاتوا دول كان نوصفها إيه؟ حالة يعني كان في استقرار. ما هو على فكرة عايز أقول لك على حاجة برضو، في الطب في حاجة اسمها مريض بيتدهور، وفي حاجة اسمها مريض بيتحسن، وفي حاجة اسمها مريض مستقر على السوق. حلوة دي. مستقر على السوق، حالته مدهولة ومستقر على الحالة المدهولة دي، يعني مثلا ضغطه بيقع، ضربات قلبه بتقع، مدهول على عينه، السكر عالي، مستقر على هذه الحالة المنيلة. فاهم ازاي؟ اذا جاز التعبير يعني. ففي حاجة اسمها استقرار، وفي حاجة اسمها استقرار على السوق، وفي حاجة اسمها تحسن، وفي حاجة اسمها تدهور. صحيح. مريض بقى بيتدهور خلاص. الحالة اللي فاتت قبل 30 يونيو دي انا شايف انه حصل يعني متغير خطير جدا، اللي هو كان اغتيال السادات. نعم. افرز او خرج من رحم هذا الموقف نظام في نفس اليوم اللي انتصر فيه. قتل الرجل غدرا وجاء نظام اخر، والناس بطبيعة المصريين ما يستحملوش التوتر والقلق، يعني عايزين يسكتوا المشكلة بسرعة. طب جاء نظام، النظام ده استقر وكان في بداياته بروميسنج جدا انه هنكمل مسيرة، وبعدين رأيي الشخصي تكالبت عليه ظروف وتكالبت عليه دول. يعني اللي حصل في مصر كان تكالب دولي لخطة واضحة تخريبية واضحة، بغض النظر عن جودة هذا النظام، عن تحسن المريض، عن استقراره على السوق اللي قلت لك عليه، يعني بغض النظر هناك تكالب دولي حصل، لأن ليس بالمصادفة أبدا أن تنطلق ثورات في جميع المنطقة العربية بهذا الشكل. بالظبط. وخلي بالك بقى من اللي جاي ده، ما كانتش صدفة. ما كانتش صدفة. تمام. وليس بالمصادفة أن تتخرس هذه الثورات تماما بعد نجاح ثورة 30 يونيو. بعد ما المصريين عادلوا الدفع. عادلوا، مسكتوا بقى، ما فيش بقى خلاص ثورة، اللهم للشعوب اللي كانت طواقة للحرية والهرتلة اللي احنا سمعناها دي راحت فين؟ الشعوب دي سكتت. يبقى إذن الخطة 30 يونيو بوظت الخطة. طب نعمل ايه بقى؟ هنسيبهم يعيشوا ولا ايه؟ انزل بالحلو بقى. ايه الحلو بقى؟ داعش. خش بداعش. ده صحيح. مش نافع داعش. ما كناش بنسمع عنها حاجة. لا دي طلعت، تخيل انت كده ناس كده، يعني مجموعة من الناس كده جمعوا بعضهم ويعني بمصروفهم عملوا دولة. يا سلام. فنزل بداعش. نعم. ما عملتش نتيجة داعش. فشلت برضو. عارف دلوقتي هنزل لك بمين ان شاء الله قريب؟ الطبق اللي نازل بقى في المنيو اللي نازل لك، طالبان. خش بقى. ايه طالبان؟ انتوا مش كنتوا لسه بتحاربوا في طالبان؟ ايوه. وطالبان دول كانوا ناس مجرمين وقتله وكنت منزل عليهم بقالك 20 سنه عمال تأتي وتأتي معاهم. طب طالبان ايه؟ خش بطالبان اللي هي هتبقى ايه بقى كده مع داعش، عشان يعملوا ايه لسه مش عارفين احنا، بس الشكل ده مش عاجبني. في ظل بقى اللي حضرتك بتحكيه ده، وده حقيقي. في الـ 40 سنة على ال 25 يناير على 30 ستة وعلى ما يحدث اليوم، في ظل كل الكلام ده الفن المفروض يعمل ايه؟ الفن زي ما حضرتك تفضلت، الفن المفروض بيعبر في مرحلة، انه الفنان ده في النهاية متلقي زي بقية الناس، هو في الشارع زيك وبيمشي في بيقعد على القهوة وبياكل من نفس الاكل وبيشرب من نفس الشرب، وهو بيعبر عن حالة. ولكن في مرحلة معينة من الفن المفروض ان هو بيحرك، بيقودك بقى. يعني انت النهاردة الاستنساخ ده ما هو ابتدى في فيلم امريكاني، واحد برضو فكر في الفكرة. كوفيد اللي احنا قاعدين فيه ده ما هو فكرة برضو ابداعية، يعني مش شرط الفنان يبقى مغني او ملحن، او ممكن يبقى سيناريست، يبقى مؤلف، يبقى whatever. صحيح. الفنان بيسبق عصره، يحلق
ويجيب لك اللي هو شايفه هيحصل. صحيح. يعني الكورونا ده ما هو في كذا عمل دون سردهم يعني توقع وجود كورونا ده، وكأنه شافه الفنان، شافه الاستنساخ، شافه الزومبيز اللي عرفنا بيها في كل فيلم دي. ما هو ايه الزومبيز كل يوم مطلعهم لنا دول؟ هو في زومبيز فينا في العالم واحنا مش واخدين بالنا؟ طب ايه فكرة الزومبيز؟ يعني انت بتمهدنا لايه؟ انت عمال تلعب بالفن برضو، بيتوقع وساعات يستخدم هو السلاح ده عشان يمهد للضربة بتاعته. على سبيل المثال مثلا عندك فيلم مثلا مدته 3 دقايق اسمه الماعز الأليف، فيلم تافه يعني ايه تفاهة السنين. الفيلم ده بيدرس دلوقتي ان الفيلم ده اتعمل سنة 2015 وتوقع تقريبا 2015 وتوقع حاجات حصلت بالظبط، منها مثلا كنيسة نوتردام دي التاور بتاعها ده يتحرق وتقع، وبعد كده بقى ظهور المسيح الدجال والفيلم بقى ده فيلم غريب جدا لازم تشوفه على فكرة. انت الفن دلوقتي بيتوقع حاجات لدرجة ان هم بيحققوا مع الراجل ده انت جبت الافكار دي منين والاحداث حصلت واشياء اخرى والتطعيم والقصة اللي احنا عايشين فيها دي. نعم. اللي أنا عايز أقوله إنه الفن ممكن يسبق والفن ممكن يتعايش. أضعف نوع من الفن اللي بيعبر عن اللحظة ده اللي هو في فرح يلا نقوم نطبل، لكن ممكن فنان يرى رؤية بعيدة ويبقى عنده فيجن عالية. لو عايز تقرب اللي حضرتك بتقوله ده بدون قطع كلامك، أنا آسف يعني، الأفلام دايما اللي هي بتبقى زي جيمس بوند مثلا والأفلام اللي هي فيها أكشن مش عارف عامل إزاي وبتاع واختراعات جديدة، الساعة اللي بتفتح اللي معرفش إيه بالليزر والحاجات، كل ده اتحقق، والعربية اللي بتمشي في المية واللي نزلت وغطست وطلع كل ده اتحقق بعد سنوات. زي افلام مش امبوسيبل، زي جيمس بوند، طول حياة جيمس بوند دايما يطلع عندنا أفلام الاحداث اللي بتحصل فيها اختراعات نلاقيها بعد عده سنوات اوريدي على الارض. ما هو السؤال هنا بقى بدون قطع كلام حضرتك برضو، هل هي بيبقى عارف هو بيعمل ايه اللي بيفكر وبيمهدك، بيمهدك قبل ما يعملها او بيعمل بالونه، او ولا هي ابداع فنان سبق عصره؟ هنمشيها انا وانت عشان القعده الحلوه دي. لا، في بعض سبق الافلام في بعض الافلام مقصوده انك انت تمهدك لما سوف يحدث في المستقبل القريب، اللي انا مخططه لك بالظبط. بس احنا كمان كشعب، بس بصراحه دي مركزين فيها قوي في الانتاج الامريكي. ما هو الانتاج الامريكي هو اللي يقود الحركه العالميه طبعا، بس كله. يعني في انتاج تاني دول اوروبا، في الهند، في اعداد كتيره طبعا. ماشي. لكن هو اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هو بيبقى دايما في الانتاج الولايات المتحده الامريكيه. أنا معاك. ما هو الولايات المتحدة الأمريكية دي ما هياش دولة كده زي أي دولة، ما الولايات المتحدة الأمريكية دي دولة عظمى بالزبط. ومهيمنة ومسيطرة، قارة كاملة. لا قارة ومسيطرة وبتحركك غصب عنك في الاتجاه ده. إحنا بنقاوم طول الوقت التأثير بتاعهم الثقافي والأخلاق بتاعتهم والفكر بتاعهم. إحنا دلوقتي ماشيين نتكلم على الديمقراطية. نعم. مش كده؟ ايوه. ومحدش سأل نفسه ايه هي الديمقراطيه دي؟ صحيح. يعني هي ديانه جديده ولا ايه؟ مش فاهم. يعني ايه هي؟ ما انا بسأل حضرتك على فكره. الديمقراطيه دي اللي هي ايه؟ عارف الديمقراطيه دي اللي هي ايه؟ باختصار يعني عشان ما اضيعش وقتك. اتفضل. حكم الاغلبيه. صحيح. ادي الديمقراطيه. الناس فاكره الديمقراطيه يعني الحريه. الديمقراطيه مش عن الحريه على فكره، يقول لك لازم الديمقراطيه، هو فاكرها في دماغه انها الحريه. يا عم الديمقراطيه حاجه والحرية حاجة، الديمقراطية يعني حكم الأغلبية. طب افرض الأغلبية غلط، هتمشي كلامها على الأقلية، تودينا في داهية، ولا أنا غلطان في اللي بقول؟ أصل الديمقراطية دي لازم احنا محتاجين نعرف الكلمات لحسن. احنا بنقول الكلمات ومش عارفين احنا بنقول ايه. الديمقراطية مش معناها الحرية، لأن مفيش أي حريات مطلقة في الدول الديمقراطية. الاعلام متراقب ومتحدد له يقول ايه وما يقولش ايه، وعنده خطوط حمراء ما يقدرش يتحرك فيها، والناس بتسجن في الدول الديمقراطيه العظيمه دي. يعني الديمقراطيه ليست هي الحريه، الحريه ده مطلب انساني. يعني نقدر نقول ان هي نسبه وتناسب في كل بلد. مش نسبه هي بيقول لك حاجه هو مش مقتنع، ما بيعملهاش اصلا. هي الناس اللي في غوانتانامو دي بتعمل ايه؟ بيصيفوا.
ما ديش دي ديمقراطية؟ ما هي دولة ديمقراطية. يعني الديمقراطية هنا احنا مش فاهمينها كويس. ديمقراطية يعني حكم الأغلبية، وليست الأغلبية دائما على حق. فبالتالي قد يكون ناس مثلا كلهم، آسف، افرض ان في شعب مثلا مستوى التعليمي منخفض جدا، دي أغلبية، هيحكم العلماء؟ ما هو ده برضو كلام مش منطقي بالديمقراطية. فالديمقراطية فكرة حقيقة، عشان برضو ما ننظرش قوي في القعدة. احنا بعدنا عن الموضوع بتاع الحلقة، ولكن في اطار اللي انا بقوله قلت لحضرتك ان الواقع، ان الواقع هو اللي بعد كده بيصنع منه الفن، ان هو بيبقى مادة للفن. الفن زي ما قلت حضرتك يا يسبق يا يعبر عن الوضع اللي احنا فيه. هرجعك تاني للفن بقى في حاجة اقولها لك سريعة كده. اتفضل. معظم الفنانين الحاليين، معظم ليس جميعهم، بيعبروا عن اللحظة الآنية الحالية. صحيح. ما عندوش قدرة انه يقفز لبعيد. يعني يقفز لبعيد ويجيب لنا المستقبل ويرجع، او يشوف حاجة في المستقبل ويرجع. دي بتحتاج ثقافة جامدة قوي، مش بس حرفيات فنان. يعني يقدر يشوف فيجن تانية غير الفيجن اللي شايفها المجتمع العادي. زي الشاعر، الشاعر بيستخدم اعلى الكلمات، وانت مفروض ترتقي المستوى انك تفهم شعره. ما يكتبلكش هو كلام متدني عشان انت عشان المواطن العادي يفهمه. هو بيكتب اعلى مستوى، يعني هو بيقفز بيك قدام لمستوى لغوي اعلى. وكذلك المقالات، وكذلك الاعمال الفنيه والدراميه والسينمائيه. مش ان احنا نجاري اللحظه. احنا معظم اعمالنا دلوقتي للاسف الشديد اعمال بتحاكي الواقع، الحارة والبلطجية اللي في الحارة، وشوية خناقات وكراسي ومولوتوف ايه ده؟ ده انت كده بتحاكي الواقع اهو. طب وانت هتسيب الواقع كده ولا هتغيره كفنان؟ دورك انك ترتقي بالناس وتديهم الصورة الافضل اللي هم مفروض ان هم يتوقوا اليها، يعني هم عايزين يوصلوا لها. بعض الافلام استاذ اشرف السينمائيه الوطنيه في خلال الكام سنه اللي فاتوا دول، 3 4 سنين تقريبا، اذا كانت اعمال سينمائيه او اعمال دراميه مسلسلات، يعني الكتاب اللي بيكتبوا اعتقد ان هم يا اما بيشوفوا ما حدث في التاريخ وبيديك جرعه من الوطنيه، او برضو على فكره بيحذرك من مثلا اللي منقطع عنا النهارده لحد هذه اللحظه، الفيسبوك والواتساب والانستجرام والسوشيال ميديا، وخطر السوشيال ميديا. في بعض الاعمال بالفعل انتجت بتحذر المستقبل ممكن يكون فيه ايه. بس انا عايز اقول لك على معلومه تعضيدا لوجهه نظر حضرتك. اتفضل. السينما والاعمال الدراميه سابقه الاشكال الفنيه الثانيه عندنا هنا في مصر. يعني عندك حق، انا مقتنع بحضرتك. السينما سبقت شويه، الغنى لسه في اللالا لاند، يعني ما زال في منطقه اللالا لاند وبيحاول يطلع. احنا بننزل قوي في الغنى، ولكن ما فيش مانع انك انت يعني تملى هذا الجاب من الاعمال الغنائيه الفنيه اللي ممكن تكون بترفه عن الشعب المصري، بتكون بترفه عن الشعب العربي، وخصوصا ما حدث في الربيع العربي، إذا كان أعمال رومانسية، إذا كان أعمال فكاهية، إذا كان أعمال يعني. لا، ما هو بس في عندك مستوى في الأغاني محتاج إعادة نظر تاني. ما عندك حق. إعادة نظر في كل حاجة، لأن الأغنية هي رأس الحربة في الثقافة. الأغنية بتوصل أسرع، يعني العمل السينمائي ممكن ياخد وقت، العمل مش عارف ايه ياخد وقت، الدرامي او التلفزيوني يعني، لكن الاغنيه بتوصل زي الطلقه بسرعه. فالاغاني اللي بالمنظر ده اللي انا بشوفها دي، دي اغاني انا بعتبره يعني لازم تعامل بمفهوم الامن القومي. على فكره في ناس لازم يتقبض عليهم، والله ما بهزر، يعني ده هزار. وعشان كده بوضح بس كلام حضرتك اكتر. وعشان كده الاعلانات بتستخدم الاغنيه لهذا الغرض، أسرع. هي اسرع واكثر تاثيرا وبسرعه. مقبول بقى بفلوسك في الاعلانات تعمل اللي انت عايزه في اطار المجتمع والاطار العام بتاع المجتمع، لكن في الاغاني اللي بتقدم للناس لابد ان يكون في رقابه شديده جدا على الاغاني، ان مستوى الاغاني نازل لمستوى اللي بيكلمك ده. انا معايا 5 شهادات. اتفضل. ماشي. منهم اداب انجليزي،
يعني أنا دارس أدب كويس جدا ودارس كونسرفاتوار، أنا خريج كونسرفاتوار القاهرة. عظيم. قسم تأليف. أكاديمية الفنون يعني. أكاديمية الفنون. زومل يعني. زومل. عشان أنا زومل برضه. طيب. اللي أنا شايفه ده دي مش أغاني، ولازم يكون في وقفة كبيرة، أو لأن أنت مش أنت ما ينفعش تفتح عيادة وأنت مش دكتور. ما ينفعش تبني مبنى وانت مش مهندس، وما ينفعش تغني وانت غير مجاز من اي جهه ومن اي اتجاه ولا ليك اي يعني كنيه في الحياه، وما ينفعش انك تنتج عمل وانت غير مؤهل ثقافيا انك تمارس عمل زي ده. حضرتك معاك قرشين هاتهم لجهه في الدوله هي اللي تتولى ده، وحضرتك اركن بفلوسك، هنقبضك فلوسك، انت عايز ايه فلوس؟ لكن سابوا المجال ده في وقت طويل جدا قبل الفتره اللي فاتت دي، سابوه لناس غير مؤهله، فالنتيجه ان طالع اعمال انا شايف انها بتعيب البلد. يعني عيب ان يبقى عندنا فن بالشكل ده. قدامي 10 دقائق. تمام. على الحلقه وعلى الفقر. تمام، انا اعمل ايه طيب؟ خلينا نقول لو حضرتك بالخمس شهادات حضرتك، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك، وليا الشرف ان انا قاعد معاك اساسا. الشرف ليا يا فندم. لو حبينا في خلال ال 10 دقائق دول تبعت رسالة للفنانين والمطربين المصريين، بما ان حضرتك بركز على الغنى او الاغاني، لو حبيت تركز برسالة او رسالتين وتبر اي رسالة يعني، في ظل نهضة لم تشهدها جمهورية مصر العربية حاليا، في ظل تحديات كثيرة جدا حوالين مصر والامن القومي المصري في جميع الاتجاهات، صحيح، في ظل انك انت دولة جمهورية مصر العربية بتحاول تقف بجانب الاكثر فقرا والاكثر احتياجا طول الوقت، في ظل هذا الكم العظيم من المشاريع القومية اللي الحقيقة الناس بره هي اللي بتقول احنا عملتوا الكلام ده ازاي، صحيح، في ظل حضرتك اللي احنا عايشينه حاليا ده، المفروض الاعمال الغنائية تبقى بتتقدم فيها ايه؟ الفن بشكل عام، مش بس الاعمال الغنائيه، الفن بشكل عام، انا عايز حضرتك ترجع للعمل العظيم اللي اتعمل في حفله نقل المومياوات، وخلي حد ينتقد فتفوته واحده حصلت فين؟ في العمل اللي حصل ده، الحدث ده اللي مصر غطته والدول العالم كلها، مصر اطلقته ودول العالم كلها غطته، وكان قد ايه شعورنا بالفخر وبالاحترام لكل واحد قدم حاجه في اليوم ده، صح؟ ده جه منين؟ صدفة كده يعني ناس قاعدين كده عملوها، ولا في فكر وراها، وفي مبدأ وفي فيجن، وفي اختيار جيد جدا للعناصر، لكل عنصر اشترك في العمل ده، من أصغر واحد لأكبر واحد تم اختيارهم. إذا سار الأمر على هذا الضرب وتم وضع الناس المناسبة في الأماكن المناسبة، ومصر على فكرة فيها ثروات فنية كبيرة جدا وفيها أساتذة كبار كبار كبار، عايز أقول لك حاجة، مصر فيها اوركسترا القاهره السيمفوني، اوركسترا القاهره السيمفوني وعازفين اوركسترا القاهره السيمفوني دول يضاهوا اكبر اوركسترات في العالم. هم دول جابوهم في الحفله دي، فطلعت الحفله بالشكل ده. وادوا الفرصه لفنان مصري ان هو، انا يوميها يعني كنت قاعد بدور هو مين اللي مؤلف العمل ده؟ اللي هو كان هشام نزيه، وهو فنان شديد الاحترام وعنده فيجن. المايسترو العظيم اللي قاد العمل ده، السوليست اللي غنوا، الاخراج اللي حصل، الكريوغرافي اللي حصل، ايه ده؟ كلنا اتخضينا، والسينكرونايزيشن اللي حصل، تزامن ما بين المسرح وما بين المتحف، ايه الابداع ده؟ صح؟ محد قدر يتكلم؟ لا. طيب تطلع انت بقى فجاه باغاني اللي هي تعيب الشعب المصري، عيب الرساله اللي هتقولها من فضل خمس دقايق دلوقتي. عيب على الشعب المصري انه يقبل ان يبقى في رموز فنيه بهذا المستوى الذي نراه في جميع المجالات، في المسرح، وحط تحت المسرح دي 30,000 خط، لان في خط كان طالع لطيف وبعدين بوخ وهدم المسرح، كان هدفه انه يعمل مسرح كويس بس بدا يبوخ قوي 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 ويستظرف، فباظت المسرحيات بتاعتهم. خط ده مش ما اعرفش اقول اسمه ولا ما اقولش، لكن معروف المسرح الوحيد دلوقتي اللي موجود في مصر بيطلع في التلفزيونات على طول. تجربة المسرح ده كانت لطيفة، انه في فنان كبير جاب مجموعة من الشباب وبدأ يحركه، الموضوع دخل في استظراف يا جماعة، ما بقاش في مسرحية. المغنيين اللي بيطلعوا دول اللي بيطلعوا ايه دول؟ انا ما اعرفش دول ايه، ومين سايبهم يغنوا؟ وانت بتغني بتقول ايه؟ وانت بتغني ليه اساسا؟ هو هيعفي حضرتك ولا ايه؟ يعني هي مش فاهم انا. في التمثيل، في
كل واحد يبقى في مكانه، ومفروض النقابات يبقى لها دور، والرقابة على المصنفات الفنية اللي أنا بهاتي فيها بقالي 100 سنة يجب أن الرقابة على المصنفات الفنية تفعل دورها بشكل قوي جدا، إن مفيش حاجة تخرج للناس إلا لما أساتذة كبار يقولوا آه ولا، وإلا بقى أي واحد يروح يفتح عيادة، أنا روح أفتح عيادة بقى حضرتك تفتح مهندس وخلاص بقى، أو تبقى محامي مثلا لو عايز، ما هي كده بقت مش لطيفة. لابد يبقى في جهات قوية عنيفة متحدية ومتصدية لجميع الاتجاهات اللي هي أنا شايف أنها بتخرب، وخلي بالك من أكتر منها بتخرب، بتشجع غيره على الطلوع وبتجرأ الجاهل على الظهور وعلى التمادي. ما هو عملها فلان جربناها ونفعت، فتفضل تمشي طول الوقت عندك زي الفشار كده حاجات عمالة تفرقع، بتعيب مصر اللي هي حضرتك كلمت عليها، اللي هي في يعني أصعب مرحلة في حياتها بتواجه تنمية في وقت ضيق جدا. الراجل بيحاول يعمل كل ما يستطيع في وقت ده. أنا جاي دلوقتي في طريق أكتوبر ده، أنا مخضوض من إيه يا عم الإنجازات دي؟ يعني الواحد طول ما هو ماشي عمال يبهر بإنجازات سيادة الرئيس. طيب ما هو كمان نجرب ده في الفن ونمسكه بيد من حديد. أستاذ أشرف، تتفق معايا أنك أنت عايز يبقى في رقابة أكثر وأكثر على ما ينتج في الأغاني، وفي نفس الوقت ندي العيش لخبازه. تمام. نبتدي نشوف الناس اللي ليها خبرات كثيرة جدا دول، ونخليها تبتدي تظهر وتقول صحيح رأيها وتعمل أعمال. صحيح. الناقد الفني أستاذ أشرف عبد المنعم، مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. الله يحفظك. نورتنا يا فندم. ربنا يحفظك. ده كان يومنا النهاردة في صفحة جديدة، وبكرة يوم جديد نفتحه مع بعض في صفحات مستقبل مصر. ما تنسوش الكمامة والتباعد وغسيل الإيد، وأرجوكوا خدوا التطعيم. تصبحوا على خير.